حدث اليوم الذي يضم مباراة الجزائر ضد المنتخب البوليفي، يعني قيادة الدرك الوطني سخرت كامل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه المباراة، خاصة وأننا في الشهر الفضيل حيث تتواجد كل الفرق، منها فرقة حماية الأحداث التي ترافق العائلات، وخاصة أنهم في العطلة الشتوية، كذلك فرق وسرايا أمن الطرقات بالمجموعة الجزائر التي تسهر على فتح وتسهيل حركة المرور، خاصة لتوافد الجماهير داخل الملعب، وكذلك لفتح وتسهيل حركة المرور لتجنب الاكتظاظات، كذلك فرق السينوتقنية المتواجدة داخل الملعب من خلال التفتيشات، كذلك أفراد الدرك الوطني متواجدين داخل الملعب لإعطاء التوصيات للجماهير لتجنب جلبهم للممنوعات، وهذا من أجل إنجاح هذه المباراة. مجمع دزيرتوب يتمنى لكم رمضان كريم. دزيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.